طيب اخر توبيك معانا في السيشن بتاعت النهارده اللي هو حاجه اسمها لور اوف كوست اور ماركت او ال سي ام. اللور اوف كوست اور ماركت ترجمتها تقييم المخزون على اساس التكلفه او السوق، طبعا ايهما اقل ايهما اقل. طيب يعني ايه ال سي ام؟ هو طبعا اللور اوف كوست اور ماركت هو ده توبيك جانبي، يعني عنوان جانبي مش معلوش تركيز كبير خصوصا في الكورسات اللي هي الانترودكشن او كورسات البيجنرز. دي مش حاجه اللي انت ايه، انت عايزك تبقى عارف بس الكونسبت بتاعها، تبقى عارف الكونسبت بتاعها ايه هو ال سي ام. هقول لك ايه هو ال سي ام، تعالى نقراها بعد كده هشرحها لك. بيقول لك ايه؟ بيقول لك it is a method by which the inventory is valued as the lower of cost or market، لما قيم المخزون على اساس القيمه الاقل للكوست او الماركت. in the period which the price decline occurs، الماركت هي دي الكرنت ريبليسمنت كوست، الماركت هو التكلفه الاستبداليه الحاليه. ليه؟ لان احنا بنتبع حاجه اسمها الكونسرفاتيزم برينسيبل، والكونسرفاتيزم برينسيبل هو مبدا الحيطه او الحذر، اللي احنا بنحاول من ايه بنحاول نتوقع الاسوا دايما، بيسموه الكونسرفاتيزم برينسيبل، مبدا الحيطه والحذر. طيب ايه هو ال سي ام؟ هتقولي طب هو ايه ال سي ام؟ يعني ايه تقييم المخزون؟ انت خلاص شرحت لنا الانفنتوري فالويشن، وشرحت لنا اللي انت ازاي نقيم المخزون اللي هو الاندنج انفنتوري. الاندنج انفنتوري اللي هو المخزون بتاعي في اخر الفتره ممكن يختلف على حسب الكوست فلو اسامبشن، على حسب الكوست فلو اسامبشنز. تمام، الكوست فلو اسامبشنز اللي هي الفايفو واللايفو والايه والافريج. طيب فاحنا بنحدد الاندنج انفنتوري، بنقيم الاندنج انفنتوري على حسب الكوست فلو اسامبشن. ايه بقى الكوست ماركت ده؟ يعني ايه الحاجه الجديده دي؟ اقول لك انت من الكوست فلو اسامبشن انت بتجيب لي تكلفه الايه، تكلفه الاندنج انفنتوري، بتجيب لي الكوست بتاعها زي ما انت تقول، زي ما انت قلت فعلا بنقيم الاندنج انفنتوري، بنقيم تكلفه الاندنج انفنتوري عن طريق الكوست فلو اسامبشنز. بس انا هديك مثال دلوقتي وعايزك تفكر معايا فيه. تعال نفترض ان انت مثلا كنت فاتح موبايلات، محل موبايلات زمان ايام كانت نوكيا لسه موجوده، فاكر نوكيا ايام موبايلات نوكيا القديمه جدا دي. موبايلات نوكيا كانت غاليه جدا كمان ساعتها، فانت هنفترض ان انت كان عندك موبايلات بتاعت نوكيا. تمام، الموبايلات دي كانت عندك في المخزن، وكانت تكلفتها عليك، تكلفتها عليك بعد ما انت استخدمت الكوست فلو اسامبشن اللي هي لايفو او الفايفو او الافريج، كان تكلفتها عليك مثلا نقول 100,000 جنيه. 100,000 جنيه. طيب دي الموبايلات اللي كانت معاك انت، الحاجات دي موجوده عندك في المخزن بقى، وانت كنت حاطط منها كميات من موبايلات نوكيا دي. اول ما ظهرت بقى، ظهرت بعديها على طول، بعديها بشهر او بعديها بشهر، او انت تكلفتها عليك 100,000 جنيه، بس ظهر بعديها على طول السمارت فونز، الهواتف الذكيه. السمارت فون نزلت السوق، تمام، السمارت فونز، ودي نوكيا، دي التليفونات نوكيا القديمه. طيب لما السمارت فون نزلت السوق، تفتكر نوكيا يبقى ليها قيمه دلوقتي؟ الموبايلات القديمه اللي بزراير بعد ما نزلت التليفونات التاتش السمارت هيبقى ليها قيمه؟ اكيد مش هيبقى ليها قيمه. يعني انت لو نزلت السوق هتعرف تبيع، حتى تبيعها بالتكلفه دي؟ مش هتعرف تبيعها بالتكلفه دي، لان خلاص ما انت نزلت حاجه اجدد، انا ايه اللي يخليني اشتري الحاجه القديمه؟ فانت ممكن تكون تكلفه عليك 100,000، بس انت في السوق لو نزلت دلوقتي التكلفه الاستبداليه الحاليه بتاعتها، لو انت نزلت السوق عشان تبدلها او عشان تبيعها، او هتجيب لك، مش هجيب لك ال 100,000، ممكن تجيب لك مثلا بكتيرها قوي 40,000 جنيه. تجيبها بكتيرها كام؟ 40,000 جنيه. يعني معناها تكلفتها عليك 100,000، انت حسبت تكلفه ال 100,000 دي عن طريق الكوست فلو اسامبشن اللي هو الفايف واللايف والافريج. بس انت لو نزلت السوق مش هتجيب لك اكتر من ايه؟ من ال 40,000. ليه؟ لان ظهرت تكنولوجيا جديده، دي بيسموها الاوبسلنس او التقادم. طبعا التوبيك ده انا بدي لكم كايه، ك يعني كمعلومات تبقوا عارفينه. فطبعا في حصل اوبسلنس، فانت المفروض تعمل ايه؟ تعمل حاجه اسمها رايت داون. تعمل حاجة اسمها رايت داون، يعني ايه؟ تقلل لي قيمة الانفنتوري، تقلل لي قيمة الانفنتوري ايه بقى؟ للماركت. يعني المفروض انت بتسجل، انت قلت لي احنا بنشتغل بالهيستوريكال كوست برنسبل، بنسجل الانفنتوري بالكوست. انت بتسجل الانفنتوري بالكوست طول ما الكوست اقل من الماركت، طول ما التكلفة اقل من الايه؟ من السوق. ما انا يوم ما الاقي السوق بقى اقل من التكلفة، يبقى معنى كده في مشكلة حصلت. لما السوق يبقى اقل من التكلفة يبقى في مشكلة حصلت، يبقى ساعتها خد بقى الاقل. ناخد الاقل، لان انت لو فضلت مسجلها ب 100,000 يبقى انت بتضحك على الناس، بتقول لهم انت معاك حاجه ب 100,000 وهي في السوق ما تساويش اكتر من 40,000، يبقى انت بتضحك على الناس. فانت تقوم عامل رايت داون، تقوم مقلل الانفنتوري بتاعتك من 100,000 تقللها لكام؟ تقللها ل 40,000. ليه؟ لان احنا شغالين بمبدا الكونسرفتيزم، احنا ناس متحفظين، ناس متحفظين، بنشوف الحاجه مش بنحاول احنا نضحك على الناس.
احنا بنتوقع الأسوأ. تمام. طيب مثال سريع عليها، بيقول لك دي الشركة بتاعتنا بتستخدم اللور اوف كوست والماركت، ومديك الكوست ومديك الماركت، او مديك المنتجات اللي عندنا اهي. اول منتج التكلفة بتاعته 170، بس الماركت كام؟ 156. يبقى ياخد الماركت، يبقى 5 في 156، 5 وحدات في 156، يبقى كام؟ 780. طيب اللي بعديها كانون، الكوست شايفين الكوست اقل من الماركت، يبقى خلاص امشي بالكوست، يبقى 6 في 150، 900. طيب اللي بعديها فيفيتار، عندك الماركت اقل من الكوست، يبقى تمشي بالماركت، يبقى 115 في 10 ب 1150. طيب الكودك هتلاقي الكوست اقل من الماركت، يبقى عادي يستخدم الكوست عادي جدا، يبقى 120 في كام؟ في 14 1680. يبقى التوتال انفنتوري بتاعي بكام؟ 4510. طبعا دي احنا خدنا ايه؟ خدناها بشكل عام جدا او بشكل سطحي جدا، خدنا ال LCM. تمام. حته الانترست بتتسجل ازاي او التفاصيل بتاعتها دي مش مشكلتنا دلوقتي، مش موضوعنا يعني. يبقى كده خلاص خلصنا اخر توبيك معانا اللي هو بتاع اللور اوف كوست والماركت. بس انا عايز اوريكم دلوقتي زي ما تعودنا ان في كل سيشن انا عايز اطبق على الايه، هطبق على شركات حقيقيه. فانا هفتح معاكم دلوقتي شركه مصريه وشركه امريكيه، ونشوف اللي احنا اخدناه فعلا ده بيتطبق ولا ما بيتطبقش. تعالوا نشوف كده شركه حديد عز اهي. شركه حديد عز اهي بيقول لك شركه مصريه مساهمه كونسوليديتد، وانا قلت لكم يعني ايه كونسوليديتد، يعني مجمعه، شركه كونسوليديتد يعني مجمعه. يعني حتى بص لو نزلتوا كمان في الافصاحات هيقول لك الشركات التابعه ليها ايه. انا كنت شرحت لكم المعلومه دي قبل كده، انا شرحت لكم يعني ايه مجمعه بس ما وردتكوش في الافصاحات بتاعتها. اهو شايفين هتلاقي في النوتس اهي الافصاحات، هتلاقي عندك مكتوب لك السبسيدرز، الشركات التابعه ليها. ايه الشركات التابعه ليها؟ او الغزل وعز الدخيله، فورستيل وعز الدخيله اللي في اسكندريه، وهتلاقي العز للحديد المسطح، هتلاقي الانابيب، مش شركه مصر للانابيب. يعني دي الشركات اللي هي التابعه ليها. تمام. طيب تعالى نبص على البالانس شيت، تعالى نبص على البالانس شيت. طبعا احنا شفنا قبل كده النوتس الافصاحات بتاعت الانفنتوري لما كانت موجوده في البالانس شيت، وكنت عرفت الانفنتوري ده عباره عن ايه. لو تفتكروا لما شفنا وعرفنا الانفنتوري ده متقسم كذا حاجه، منها الوركينج بروسيس لما شفنا النوت رقم 16. تمام. طيب ان اكيد الانفنتوري اللي هو حاسبه اللي حاطه ده هو اكيد حاسبه بالايه، بالكوست فلو اسامبشن، صح ولا غلط؟ اللي هو اللايفو. بس قلنا بقى المعايير المصريه ما فيهاش لايفو، قلنا المعايير المصريه ما فيهاش ايه لايفو، يبقى فايفو او ايه او افريج، واكيد المفروض بيستخدم الايه، ال LCM. طيب تعالى ننزل كده، هتلاقي برضو كاتب لك الكلام ده كله في النوتس. يعني انت لو نزلت تحت لو دورت في النوتس هتلاقوها في السيجنيفيكانت بوليسيز اللي هم بيستخدموها، السياسات اللي بيستخدموها في المحاسبه. هتلاقي عندك significant accounting policies، الاساليب المحاسبيه اللي هم بيستخدموها. هنبص هندور على inventory. اهو بص بيقول لك inventory is valued at cost or net realizable value whichever is lower. بنسجل الانفنتوري بالتكلفه او الماركت وايهما اقل. دي ال LCM اللي احنا لسه واخدينها. شايفين انا متعمد اجيب لكم دي ليه؟ عشان تعرفوا احنا بناخده ده موجود فعلا. يعني احنا بنسجل الانفنتوري بالقيمه الاقل، الكوست او النيترلايزبل فاليو. النيترلايزبل فاليو دي اللي هي الماركت. تمام. وهيقول لك الرو ماتيريال، الرو ماتيريال بنستخدم فيها الايه، بنستخدم فيها الفيرست ان وفيرست اوت. ما احنا قلت لكم ساعتها الانفنتوري ده متقسم كذا حاجه، لان شركه حديد عز دي شركه صناعيه فعندهم رو ماتيريال. وقال لك السبير بارتس والماتيريال والسبلايز بنستخدم الافريج ميثود، بنستخدم الافريج ميثود. تمام. طبعا حته الوركينج بروسيس والفينيش برودكت دي مش عليك دلوقتي، لان دي هناخدها في الايه، في الكوست اكاونتنج. هناخدها ازاي نحسب تكلفه الوركينج بروسيس والفينيش جودز في الايه، في الكوست اكاونتنج. طيب يبقى احنا كده شفنا شركه مصريه اللي هي بتاعت شركه حديد عز. طيب تعالى نشوف شركه اجنبيه، تعالى نشوف شركه اجنبيه، تعالى نشوف شركه وول مارت لو تعرفوها. شركه وول مارت دي عامله زي كارفور عندنا كده، بس طبعا وول مارت ده اكبر بكتير من كارفور، يعني كارفور بالنسبه له كشك. تمام. شركه وول مارت دي في امريكا، فزي ما قلت لك انت في امريكا يبقى تدخل على موقع البورصه بتاعهم اللي هو ادجر، وتجيب الايه، تعمل سيرش على اسم الشركه زي ما قلنا لكم. هتلاقي في عندك ال WMT ده رمز السهم بتاعها،
رمز السهم بتاع شركة وول مارت، وهنتكلم عن الأسهم قدام، متداولة في البورصة بتاعت نيويورك، نيويورك ستوك اكستشينج. طيب لو دخلنا وبصينا على التين كي اللي هي الانيوال، تعال بص على التين كي اللي هي الانيوال، هتلاقي هو مكتب لك كل حاجة، هتلاقي دي التقارير المالية بتاعتها، هتلاقي الايتم رقم 8 هو الفاينانشال ستيتمنتس، ده انا ادخل عليه. انا عايز اشوف البالانس شيت، في البالانس شيت اهو هنلاقي عندك الانفنتوريز، الانفنتوري لفول مارت بكام، مكتوب الانفنتوري بكام، ب 44949. ال 44949 ده خلي بالك ده مش 44000، لا حط جنبيها 6 صفار قال لك اماونتس ان مليونز، يعني دي 44 مليار 949 مليون. طبعا دي كونسوليديتد لان شركه وول مارت ليها فروع في كذا دول، في كذا دوله، وليها شركات في كذا دوله، تمام. فعندها التوتال انفنتوري بتاعها 44 مليار، متخيلين؟ طيب انا عايز اشوف بيستخدموا ايه، السياسات اللي احنا اخدناها موجوده زي ما احنا قلنا ولا لا. تعالى بص ننزل تحت، بص كده، بص اهو الانفنتوريز، الانفنتوريز ذا كومباني فاليوز انفنتوري ات ذا لوور اوف كوست اور ماركت، نفس احنا قلناه لوور اوف كوست اور ماركت، تمام. وبيستخدموا بصوا بيقول لك يوزنج ذا لاست ان فيرست اوت ميثود فور ذا وول مارت يو اس سيجمنت، يعني بيستخدموا اللايفو زي ما قلت لكم، اللايفو دي مش مسموحه غير في امريكا، فبالك احنا بنستخدم اللايفو جوه امريكا بس، تمام. بس قال لك ايه تاني، قال لك الحاجات الانترناشنال، الانترناشنال سيجمنت بنستخدم فيها ايه، بنستخدم فيها قال لك يوزنج الفيرست ان فيرست اوت ميثود، الفيرست ان فيرست اوت ميثود، يعني قال لك الحاجات اللي جوه امريكا بنستخدم لها اللايفو، والحاجات اللي بره امريكا بنستخدمها لايه، الفايفو. وقال لك في عندنا شركه تانية اسمها سامز كلوب بنستخدم لها الايه، بنستخدم لها الافريج كوست، بنستخدم لها الافريج كوست، تمام. طيب خلاص يبقى احنا كده ايه، خلاص فهمنا مع بعض، خلصنا التوبيك بتاع الانفنتوريز والتقييم المخزون، ويا رب تكونوا استفدتوا والسيشن ما كانتش طويله عليكم. اشوفكم ان شاء الله السيشن اللي جايه.